أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الليلة العظيمة، ليلة مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عند قراءة سرد الولادة ارفعوا أياديكم، اطلبوا حوائجكم من النبي محمد، الدعاء مستجاب بلا شك في هذه الليلة. أفضل الصلاة والسلام محمد، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله تعالى وليس فيها أثر ولا وجع وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة ووجبة عظيمة، ففزعت منها وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحه على بطنها فأزال عنها ما كانت تجده من الخوف. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال تفوح منهن روائح المزك الأذفر والند والعنبر، وقد تقمصن بأمطار من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكوابا من البلور الأبيض، وقالوا لها: اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين. فشربت منه آمنة، ثم قالت: لما شربت أضاء من وجهي نورا ساطعا. فجعلت أقول: من أين دخلت علي هؤلاء النسوة وكنت قد أغلقت الباب على نفسي؟ وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن، ثم قلن لي: يا آمنة ابشري بسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله. أبا صوتكم يوصل إلى مكة المكرمة مكان ولادة النبي محمد. صلى الإله وكل عبد صالحين والطيبون على السراج الواضح، زين الأنام المجتبى علم الهدى الصادق البر التقي الناصح المصطفى خير الأنام محمد الطاهر العلم النبي الراجح. صلى عليه الله مهب الصبا
وتجاوبت ورق الحمام النائح، قالت آمنة، ثم قلنا هذا محمد مصباح الأراضين. ثم خرجنا عني وإذا أنا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض، وقائلا يقول: خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين، فإنه رسول رب العالمين. قالت آمنة، فأخذني الفزع والجزع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان حمر المناخير. قالت آمنة، فبينما أنا متعجبة من ذلك ومما رأيت منهم، إذ وضعت بولدي محمد أفضل أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة والسلام يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك. يا نبي يا رسول سلام صلوا عليك الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك. يا هي عاشو عاشو صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام يا رسول يا حبيبي يا محمد، كأنت شمس أنت بدر أنت نورا فوق نوري، أنت إكسير وعالي أنت مصباح الصدور. بسلام عليك يا ليك يا حبيبي، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي كمن رأى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور. يا حبيبي يا محمد،
كما رأينا العيس حنت بالسرى إلا إليك، والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. سمعوا هذا البيت، سمعوا هذا البيت عاد. ليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك، واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفوري. ليك يا حبيبي وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور، أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير. اللهم صل على